مشاهدينا عبر شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم. اليوم كنتواجدوا في موسم سيدي موسى بن عياد اقليم برشيد في موسم تبوريده. هذا الموسم اللي كيعرف اقبال كبير من جميع المواطنين في المغرب، ومعنا المقدم اللي غادي نتعرفوا عليه مباشره الان. السلام عليكم. السلام عليكم. اذا نتعرفوا عليك. معكم مقدم زكريا زيدان من منطقه ولاد زيدان جامعه اقليم برشيد التابعه للكاره. بصفتي كمقدم كنشكر الناس هادو ديال القناه تي في اللي جاو شرفونا و جاو يعني استاشروا معنا وبغاو يقدمونا في شوف تي في، قناه شوف تي في. كنشكرهم بزاف و هادشي اللي غنقدر نقول لكم. اذا عرفنا شويه على هاد، عرفنا شويه على مثلا هذا الموسم هذا، شنو تقريبا شحال ديال السنوات وهو كيتنظم؟ شنو منين كيجيوكم الناس؟ كيفاش كديروا الركبات ديالكم؟ دابا هذا الموسم انا نقدر نقول لك انا ما عقلتش عليه فوقاش بدا، حيت هذا الموسم قديم وكان تحبس واحد المده الظروف ما عقلتش. انا باقي صغير، عندي يلا في عمري دابا 23 سنه، ما عقلتش. انا بعدا نقول لكم المده اللي عقلت عليها دابا شي 11 عام باش هو كيعمر هنايا هذا الموسم من العام للعام، الا من وراء 3 سنين ديال كورونا حبسونا. تشوقنا للبارود وتشوقنا للمواسم صراحه الله، يعني 3 سنين وحنا محبوسين كنعلفوا في الخيل، ما فرطنا فيها ما حتى شي حاجه، بقينا مهلين فيها حتى فاجأ الله سبحانه وتعالى. واخا البارح وقعت واحد الواقعه على انه اكيد البارح وقعت واحد الواقعه. اولا غادي تقول لنا كيفاش نتوما الركبه ديالكم كيفاش كتوجدوها مثلا من البارود؟ كيفاش الركبه ديالكم اللبسه؟ كنعرفوا بانكم ما كتطلعوا للخيل حتى كتكونوا موضين مادين الصلاه ديالكم، هاد الحوايج هادو اللي قبل ما انكم تركبوا الخيل عاود لينا عليهم. اختي بالنسبه للركوب ديالنا حنايا كنلعبوا اللعب الخياطيه، يعني هي العاده ديالنا حنايا في هذه المنطقه كامله الشاويه معروفه بالخياطيه، كنلعبوا الخياطيه هي الطريقه ديالنا، الطرقه ديالنا كنلعبوا بها، يعني هو الاصل ديالنا حنايا في هذه المنطقه كامله. اختي هذا الموسم هذا يعني كتنظموا الجماعه ديال ولاد زيدان، هي اللي كتقوم بالتنظيم ديالو وباي حاجه، يعني هي اللي كتكلف بكل شيء، يعني كتكلف بمالي الخيل، كتكلف بالبارود، الحبه، التنظيم، يعني القوات المساعده والامن كل شيء كيكون كيدوز على حقه وطريقه صراحه. واخا اذا سمعنا واحد الحادثه وقعت البارح لاحد الافراد ديال الركبه ديالكم، شنو وقع بالضبط؟ اختي البارح بزاف ديال الحوادث ماشي غير معايا انا تضرب لي واحد الولد، تضرب لي نوبات لي المكحله ضرباته راسو جرح، المهم الحمد لله ما كاين باس، سلاميه كل شيء ما وقع والو. وتوفى معنا واحد الاخ في هذا الموسم هذا مع المقدم الاخ عبد العزيز غافور اللي جا شرفنا من جماعه سيدي حجاج واشط حصار، اللي جا شرفنا وساهم معنا وتعاون معنا وعمر معنا هذا الموسم. ولكن شنو اللي وقع بالضبط؟ شنو اللي وقع لهذا السيد لهذا الحادثه؟ اشرح لينا. توفى لي واحد احد افراد الصربه ديالو، توفى لي البارح كان ضرباته، ما عرفناش شنو الاسباب. الحاجه اللي عرفنا انه توفى السبب كيعلم الله، كيقولوا الناس اللي ما انه ضرباته شي مكحله للكلوه ومن بعدها داو للمصحه وتوفى. حنا كنتاسفوا ليه زعما، كنت صراحه الله كنتاسفوا للموت ديالو، حنا كاملين حازنين، يعني ماشي غير الافراد ديال الصربه ديالو ولا شي حاجه، يعني كانوا قسما بالله الى اليوم كاملين، يعني غير ما بغيناش هذا الموسم، بغينا يبقى يعمر ديما. الا حنا ما كرهناش نهدموا ونمشيو نتعاونوا مع المقدم ديالو، الا على حساب الموسم الا ما كملناش ما غنبقاوش نعمرو. وحنا هذا الموسم قديم وحنا كنعمرو، يعني اللي ما درناش هذا العام ما يعطوناش العام، انا ما غاداش نعرف ان واحد الانسان مات ولا شي حاجه عام اخر غيقول لك ما كملتوش الموسم، ما غنعطيكمش الرخصه ديال البارود وما غنعمروش. نعم، وقول لنا بالنسبه للافراد ديالك، بالنسبه لفرد من افراد يعني الركبه ديالك، شنو اللي وقع ليه؟ كنشوف بانه مضروب في يديه، عنده واحد الفاصمه في الراس ديالو، شنو اللي وقع بالضبط؟ اختي داكشي اللي وقع لي يعني البارود كيبقى، البارود كيبقى تيسير الله، يعني حنا كنركبوا ما كنعرفوش راسنا واش غنزلوا ولا ما غنزلوش.
كركبوا مواطنين نقيين مصلين كذا كنديروا فاتحه عاد كركبوا، ولكن كنعرفوش روسنا واش غنزلوا ولا لا. بحال ليله كفوق القبر ديالك لابس الابيض هذاك هو الكفن ديالك، خصك تركب تكون طاهر وتقول عاود تكون نقي تكون صافي مع مولاك، يعني ماشي تكون سكران ولا شي حاجه وتجي تلفك فوق العاود، حيت العاود عنده حرمه بحالو بحال الجامع كما كنقول. الا ما كنتيش نقي ولا شي حاجه اما تخرج فيك انت ولا تخرج داك العاود ديالك. هادشي اللي كاين اختي، هو تقاسوا لي الدراري تقاسوا لي جوج، لكن الحمد لله راهم دابا في صحه جيده الحمد لله بخير، وراهم غير ركبوا معايا رغم انهم توعتوا غير ركبوا معايا اليوم. واخا وشكون المسؤول؟ يعني كنعرفوا ان العماره ديال البارود كاينه واحد النسبه ديال البارود اللي ما خاصكش انك تفوتها، شكون اللي مسؤول على انه يعمر البارود النسبه ديالو القياس ديالو انه يجرب قبل ما يركبوا الناس ديال اختي؟ هذاك الشيء كنجربوا ولكن كيبقى داك الشيء تيسير الله. حنا البارود كنديروا على الحساب اللي كنمشيو عليه، كاين المكحل اللي ما كتحملش داك البارود. هادشي اللي وقع والسلام عليكم. هادشي اللي نقدر نقول لك الحمد لله الحاله بخير اللهم لك الحمد، حنا فرحانين وفرحانين الا حتى تقاس لينا السيد هذا اللي توفى والدراري كذا، كان دابا حنا حازنين على هذا السيد اللي توفى. وكتقدروا مثلا انكم تركبوا ولو انه ما كاينش ركوب اليوم، اذا تقدروا انكم تركبوا ولو ناقص فيكم شي واحد ولا خاصكم تكون يعني العدد كامل فيكم؟ عاد فاش تقدروا انكم تركبوا؟ نركبوا ما عندناش مشكل، نقدروا نركبوا بخمسه ب 10 ب 11 ب 20. انا دابا الحمد لله عندي 35 عاود راكب 28، يعني خصك تركب الناس اللي غيقرصوا معاك والناس اللي غيضربوا معاك البارود، لكن انت غير طلع الخيل بلا بارود راه ما كاين حتى شي حاجه. بالنسبه للسيد اللي توفى انت كتعرفه؟ ما كنعرفوش اخويا. كنتي كتشوفوا هنا في المنزل؟ لا ما كنعرفوش. كنعرفوش ولكن بحال خونا، انا ما كنعرفوش، دوك الناس من بلاصه اخرى وحنا من منطقه، ولكن حنا كاملين الخوت. هادشي اللي غنقول لك اخويا، الله يرحمه والله يغفر ليه والله يجعلهم من اهل الجنه. هادشي اللي غنقول لك اختي. انتم في هذا الموسم هذا كتركبوا من اجل جوائز ولا كتركبوا فقط من اجل انه موسم؟ كنركبوا غير من اجل الفراجه، حنا كنخسروا ديالنا ما كيعطينا حتى شي واحد، ما كاين لا جوائز لا حتى شي حاجه، كاين شواهد تقديريه وصافي. حتى الجماعه راه حتى هي ما عندها شي حاجه اللي غادي تدعمنا بها ولا شي حاجه، يعني جماعه ما عندها شي وزين ولا شي حاجه اللي غيديرها، يعني جماعه راه جات غير في مجال القرار، يعني ما كاينش مسؤولين ولا شي حاجه اللي غادي ندعمونا ولا من العماله ولا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي حاجه. نعم، اذا ناخذ تصريح كذلك من احد الافراد ديال الصربات الاخرين ونسولوه كذلك. اذا صربه الريحي، ممكن انك تعاود لنا يعني التفاصيل ديال هذه الحادثه هذه؟ الريحي كيتردع. نعم، وبالنسبه لك انت، بالنسبه لك انت شنو ممكن انك تقول لنا في هذا الواقع هذا بالنسبه للسيد اللي مات؟ ها؟ مات في النار الله يرحمه مسكين. شنو اللي وقع بالضبط؟ مكحلة هي اللي وعتاتو. السيد اللي مات شنو وعتاتو؟ ها؟ كيفاش التفاصيل ديال هذه الحادثة هذه؟ شنو اللي وقع بالضبط؟ شنو اللي وقع للبارون؟ السيد فوق العود ضربات مكحلة، هزوا الدو المخابرات هي اللي غطيو كيفاش مات، حنا مالنا بوليس. عاود حملك يا ما كناش حاضرين، حنا عارفين هذوك اللي ماتوا افارقه هنا.